كابتن سيد عبد الحفيظ، وشكر موصول لضيوفك الكرام. انت مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي بالتعادل السلبي، سيدنا انا اكون معك كابتن محمد عبد الله. يعني الانتاج الحربي عمل مباراه كبيره بصراحه قدام النادي الاهلي، برغم ضغوط النادي الاهلي في فترات كبيره جدا من المباراه، الا ان الانتاج خدم على المباراه بشكل كويس. بحييكم على الاداء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب كابتن سيد عبد الحفيظ وقناه النادي الاهلي وعلى الساده ضيوف، انا ما اعرفش بس مين المتواجد. الحمد لله طبعا عملنا مباراه كويسه، بتهيألي دي من افضل مباريات النادي الاهلي خلال الموسم ده فعلا، شكل واداء حسسونا فعلا ان ده نادي الاهلي بتاع الموسم اللي فات. اللعيبه فعلا كانت على قد المسؤوليه. الحمد لله من بدايه الاسبوع احنا شغالين على المفاتيح اللعب عندهم، على العناصر الايجابيه عندهم. الحمد لله قدرنا نشتغل بشكل كويس، قفلنا نص الملعب كويس واشتغلنا على الهجمه المرتده معظم الوقت. ممكن تكون الكوره ما كانتش في استحواذنا اكتر، بس الحمد لله قدرنا ناخد من الماتش اللي احنا عايزينه. ماتش محترم، ماتش كويس بين ناديين كبار. اتمنى طبعا الفتره اللي جايه نبقى الاداء افضل من كده، وده كلام كابتن مختار ان لازم كل ماتش بتاخده هو ده البدايه. فالحمد لله يعني ده كلامنا للعيبه، وفعلا اللعيبه فعلا النهارده رجاله على قد المسؤوليه، وببارك لهم طبعا، ببارك لمجلس الاداره والجهاز الفني. فالحمد لله سمينا من النادي الاهلي مهمه، لكن عاوز اكون معاك سريع. مجريات المباراه راحت قوي في الناحيه التحكيميه، الناحيه التحكيميه خدمت الانتاج النهارده؟ والله اقول لك على حاجه، انت معرض التحكيم هنا وهنا، لان يعني احنا برضو يعني انت عندك في ماتش بيراميدز يعني الجون بتاعنا اوفسايد، ليك ضربه جزاء ما اتحسبتش، فده وارد في التحكيم. يعني ده في يعني انت بتكلمني ان معظم الوقت ان ممكن يكون كابتن ابراهيم خدمنا، لا ممكن يكون كابتن ابراهيم برضو كان جاي لود علينا شويه، ان صفاره كتير فعلا على نادي الانتاج في معظم الاوقات في اماكن مؤثره، انت فعلا بتحسب فاولات وممكن ما يبقاش فيها حاجه، في انذارات. يعني في كره مثلا احمد فتحي الاخيره فيها تهور، بنتكلم مع الراجل بدون انذار، فالتحكيم ليك وعليك. هو جزء من اللعبه، لكن لو قلت لك وفاجئتك ان كره مؤمن زكريا جول، الله اعلم انا ما شفتهاش والله، ممكن ليه لا، انا بس انا ما شفتهاش، يعني انا ما اعرفش والله ان كان جون ولا مش جون، بس ده وارد. يعني انا بقول لك ان ممكن تكون جون واتحسبت اوفسايد، وانا بقول لك ما احنا كان برضه احنا تعرضنا لظلم، وظلم باين في ماتش بيراميدز ان انت ليك ضربه جزاء لمحمد رجب والجون اوفسايد، وقبل ما يكون اوفسايد فاول كمان واتحسب. انت عملت مباراه كويسه، انا بحييكوا عليها. الحمد لله ربنا يخليك، ده بفضل ربنا واحنا بناخد بالاسباب، ونشكر اللعيبه طبعا على الاداء المحترم، اداء رجولي. فبتلعب قدام النادي الاهلي، نادي القرن، نادي بطولات، ان انت تعمل الشكل ده وتطلع بالاداء ده وبالنتيجه دي، فدي حاجه كويسه يعني تحسب للعيبه، فبنشكرهم طبعا. حبيبي ربنا كابتن محمد عبد الله اكيد مدرب مساعد بجهاز الانتاج الحربي، سعيد بالتعادل.